انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني الغردقة إير شو 2022 الذي ينفذ فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء وفريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022. انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني هيرجادا إير شو 2022 فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية الملكية البريطاني السهام الحمراء ريد أروز وفريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية سيلفر ستارز وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية. وكان في الحضور وزير الطيران المدني ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة واللواء مارك ماديسون مسؤول التدريب بالقوات الجوية البريطانية. بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملا أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوي. ونفذ فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية سيلفر ستارز عروضهم بواسطة طائرات K8E فوق مدينة سهل حشيش السياحية ليعكس لنا مقاتل القوات الجوية مهاراتهم العالية. استعرض فريق الألعاب الجوية الملكية البريطاني السهام الحمراء ريد أروز عرضهم الجوي بواسطة طائرات هوك. واستعرض فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام وعدداً من عروض تشابك المظلات. وفي ختام الفعاليات تم تنفيذ إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض، وتخللت العروض عدد من اللوحات الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة للحضور، ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمي والدولي.